عم شوف نظرة الشخص اللي عم تتعامل معه أنت إيجابية أكتر من نظرتك أنت. عنده the sun card على الشخص، فهو نظرته تجاه العلاقة إيجابية أكتر شوي. بيعتبرك أيضا soul mate هالشخص. ممكن تكون عم تتعامل مع برج الجوزاء أو أي برج ترابي. أيضا في عندك طاقة مائية كتير بالقراءة، فممكن يكون برج مائي اللي عم تتعامل معه. ولكن مبين إنه أنت ممكن انجرحت من هالشخص بالماضي، أو في صار بينكم مشاكل أنت وهالشخص بالماضي، وعم شوفك مش عم تحكي له الحقيقة كاملة، أو عم شوفك عم تحاول ممكن عم تحاول تتابع أخبار هالشخص بدون ما هو يعرف أو بدون ما هو يحس، لأنه عندك the high priestess بطاقتكم يعني المشتركة. فأنت وهالشخص في أمور مش عم تحكوها لبعض، أنت وهو عم تحاولوا تكتشفوا معلومات عن بعض، ولكن ما في حدا عم يحكي للآخر، يعني عم تحاولوا تخلوها بطريقة سرية. هلا بالنسبة لطاقة حبيبك أو شريكك، عم شوفه أكتر مركز على الأمور المادية حاليا، بالذات للأشخاص اللي مش عم يتواصلوا مع بعض حاليا. عم شوفه مركز أكتر على وضعه المادي، بده يبني وضعه المادي. أنت وهو هلا الشخص كتير بيعتبرك سول ميت، ولكن الشيء اللي عم شوفه وعم يسبب عائق تجاهكم هو ما في تفاهم بالتواصل. بمعنى انه التواصل بينكم كتير منيح، وفي انجذاب بينكم كتير منيح، الى انه دائما ما بيكون في مشاكل بينكم، أو دائما ما بيكون في بينكم نزاع بالحكي. فأنت وهالشخص مثل وكأنه ند بند، أو راس براس، أو كلمة بكلمة. دائما بيصير في بينكم نزاع أو مشاكل بالحكي، أو مشاحنات بالحكي. عم شوفك أنت أيضا حسيت، أو في ممكن البعض منكم لأنك انجرحت من هالشخص بالماضي، عم شوفك مش كتير متفائل بفكرة الحب بالمستقبل، لأنه أنت بتحس إنك انظلمت، وأنت بدك نوع من العدالة تتحقق. وبما إنه هاي الصف بخطواتك المستقبلية، أو بشو رح يصير عندك بالمستقبل، أنت عم تطالب بنوع من الجاستس. وهالشخص عم شوفه مع إنه بعقله الباطني بيشوفك على إنك سول ميت، إلا إنه لسبب ما هالشخص في مثل يعني في إشي بده يحكي لإلك، وعم شوف إنه في حكي شوي حاد، أو في حكي رح يكون كتير صريح بينك وبين هالشخص. بس الطاقة بينكم يعني كتير نارية، فمبين انه انت وهالشخص في عندكم مشاعر، او بتكون مشاعر كتير تجاه، في عندكم باشن وشغف تجاه بعض. طب بدنا نشوف كروت توضيحية لهالشخص، ليش دائما حبيبك بيحس انه لازم يكون دفاعي، أو في عنده دائما وكأنه بيحب يخلق نوع من الدراما. هالشخص ما بيحب يخسر أبدا. عم شوفه شخص كتير بيحب المنافسة، أو مش بيحب المنافسة، ولكن هو ما بيحب يخسر دائما، يعني من النوع اللي دائما بيحب يثبت إنه نقطة أو
أو كلمته هي الصح، ولو أحيانا بتكون على حساب حاله. فمبين لي إنه هالشخص أيضا اللي عم تتعامل معه شخص كتير عنيد، ما بيحب يتنازل ولو على حساب كرامته. يعني بعقله الباطني دائما بيفكر فيك، بيحاول إنه يرجع العلاقة اللي بينكم، أو إذا أنتم منفصلين بيحاول إنه يرجع معك، ولكن مش عم يتخذ خطوة في هالموضوع. يعني ممكن هالشخص يموت ولا إنه يقوم بالمبادرة الأولى تجاهك، أو هو اللي يحكي معك، لأنه هو بده يثبت نقطته، ولكن من جوا تعيس هالشخص، لأنه هو أساسا بده إياك وبده التواصل بينكم يتصلح أو يكون مثل الماضي، ولكن يعني مستحيل يقوم هو بالخطوة الأولى أو إشي مثل هيك. أيضا ممكن هالشخص عنده خوف من الرفض كتير عالي، بيخاف إنه ينرفض، بيخاف إنه إذا إجا حكى معك أنت تصده أو ترده أو ترفضه. وبعدين يعني ما بيحب يبين كشخص أحمق أو إشي مثل هيك، أو إنه يعني ما بيحب يجي على كرامته هالشخص. عم شوف، طيب بدنا نشوف للبعض منكم اللي عم يطالب عالشخص، أو بده نوع من الجستس، أو بده حتى موازنة بالأخذ والعطاء، لأنه ممكن أيضا أنت تحس إنه أنت اللي عم تعطي أكثر من هالشخص. بدنا نشوف بالمستقبل، لأنه مبين إنه بالمستقبل في عندكم رح يصير تواصل، ولكن التواصل ممكن يكون مش كتير إيجابي. هلا في حب ومشاعر، ولكن التواصل اللي بينكم أو الحكي اللي بينكم ممكن يكون في شوي مشاحنات، في شوي مجادلات، في شوي عتاب، عتاب اللي صار بالماضي أنت وهالشخص. بس هالشخص عم يحاول يعني يستخدم طاقة الجذب لأنه يجذب تواصل بينكم وحكي بينكم. طب بدنا نشوف بالمستقبل أنت وهالشخص، طبيعة التواصل اللي بينكم، لأنه أنت هون أيضا مبين أنه أنت مش كتير متحمس لهالفكرة، أو رافض عروض حب عم تيجيك سواء من هالشخص أو من شخص آخر. بالنسبة لكوين أوف وانز رح يكون في أيضا بداية جديدة. بدنا نشوف البداية الجديدة رح تكون مع هالشخص أو مع شخص جديد. طيب ما عم شوف إنه رح يكون في ارتباط جدي مع هالشخص، أو زواج أو خطوبة، لأنه هالكارت بيحكي عن أمور تقليدية، يعني كونكشن بيكون كتير تقليدي، وهو إجا مقلوبه. أنا عندي الدك يعني ما فيه كروت مقلوبة، بس بما إنه طلع هيك عم شوف أيضا علاقتكم رح تكون، أو في المستقبل علاقتكم رح تكون مش بالطريقة التقليدية. يعني ممكن يصير في عندكم انت وهالشخص، عم شوفك ايضا هون ممكن انت تفكر انه بدك تتحرر من مبادئ ومفاهيم انت كنت ملتزم فيها او كنت بتآمن فيها، لانه ايضا هاي ورقة روحانيات، فممكن في اشياء انت عم تبعد عنها، عم تحس انه بطلت تفيدك. فعلاقتك مع هالشخص غير تقليدية، ومبين انه انت يعني في جوا راسك أو في تفكيرك الداخلي عم تشوفها كتير كتير مرهقة، كتير مرهقة عقليا لإلك يعني، أو حتى جسديا بتحس إنه كثرة التفكير فيها كتير هلكتك.
التواصل بينك وبين الشخص كتير في عوائق. طبعا بيختلف من شخص لآخر، انت بتعرف شو هي العوائق اللي بينكم. البعض منكم ممكن تكون انت بعلاقة اخرى حاليا، ممكن يكون الشخص اللي انت عم تتعامل معه بعلاقة اخرى حاليا، او ممكن تكون العوائق فقط انه ما حدا مستعد يتنازل، او ما حدا مستعد يقوم هو بالخطوة الاولى، لانه عم شوف كتير عم شوف كتير مشاحنات بالحكي، وانت وهالشخص ويتي مثل ما بنحكي، او شخص بيفهم دائما كل اشي على الطاير، فصعب انت وهو صعب انك تفوز مع هالشخص بنقاش، لانه دائما بيكون في عنده رد، دائما بيكون في عنده جواب، دائما بيكون في عنده اشي يناقش فيه او اشي يعود عليك بالحكي، الى انه انت مش كتير متحمس لهالشخص. البعض منكم انت كتير، او ممكن تكون مش متحمس لعروض حب جديدة، يعني ممكن يكون انت مع اشخاص جديدة ولكن مش كتير متحمس لعروض حب جديدة. طب بدي اشوف انا، بما انه في تواصل رح يصير للاغلبية منكم، بدي اخر اشي اوضح حقيقة مشاعر هالشخص، لأنه مبين إنه هو من جوا بالفعل بيحبك هالشخص، أو يعني بيعتبرك سول ميت، ولكن في عنده مشاكل بالإيجو أو بكرامته، أو ما بيحب يتنازل هالشخص. فبدنا نشوف هو ليش مش عم بيقوم بالخطوة الأولى، أو ما هو السبب اللي هو مش عم يحكي فيه معك. فهالشخص من جوا قلبه مكسور، عشان هيك مش عم يحكي معك. قلبه مكسور، ممكن يكون أيضا عم يحاول يخلي الأمور تيجي بطريقة عفوية، ما بده يغصب أي إشي. ممكن يكون أيضا بيشوف إنه أنت بتنظر له على إنه طفل، أو بتنظر له على إنه غير ناضج، فهو مكسور قلبه من جوا. أيضا ممكن يكون المادة أو العامل المادي سبب في إنه مش عم بيقوم في الخطوة الأولى. ممكن هالشخص عم يحس إنه غير متمكن ماديا، عشان هيك مش ما في عنده الثقة الكافية إنه يحكي معك أو يقوم بالخطوة الأولى. بيحس إنه هو، عشان هيك طاقته كانت إنه مركز على الأمور المادية حاليا. بتوقع إنه أغلب تركيزه على الأمور المادية مشان يبني ثقته بحاله. ممكن أنت وهالشخص في بينكم كتير اختلاف بالوضع المادي، عشان هيك هو عم بيحس إنه بده يثبت حاله من الناحية المادية. أوكي حبايبي برج الحمل، بتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيتوها. إذا حبيت الفيديو لا تنسى تحط لي لايك وكومنت شير وسبسكرايب. إن شاء الله رح أشوفكم في فيديو قادم.